بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة وسام حداد، أخصائية الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي، ونحن الآن بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى العمادي. العلاج الطبيعي أحد الفروع الطبية المساندة. يبدأ العلاج الطبيعي عادة بمساعدة المريض على تخفيف الألم والتورم، ثم تحفيز العضلات لننتقل به للحالة التي كان عليها قبل الإصابة. نهتم بالجهاز العضلي الهيكلي، العمود الفقري، المفاصل، العظام، والجهاز العصبي. مركز العلاج الطبيعي في مستشفى العمادي مركز متميز، يقدم خدمات علاجية على مستوى عالي بإشراف استشاريين مختصين ومعالجين مهارة، يضمنون للمريض رعاية صحية متكاملة.